مشاهدي قناة شوك تي في، سعداء بلقائكم في هذه الفترة الصباحية. أكيد مشاهدي قناة شوك تي في على هامش كأس العالم لكرة القدم داخل العائد. مشاهدي قناة شوك تي في اللي كتحتضن دولة أوزبكستان الوفد الإعلامي المرافق لبعثة المنتخب الوطني داخل القاعة، أكيد اللي غادي يكون حاضر من أجل نقل كل الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة. يصل الآن إلى العاصمة طشقند، كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوك تي في أولى فيديوهات يعني حول الشوارع العاصمة طشقند هذا الصباح. كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوك تي في كنحاول نحاول نقربكم من البنية التحتية. المدينة أكيد مشاهدي قناة شوك تي في غادي نتعيشوا معنا الأجواء الخاصة بكأس العالم لكرة القدم داخل القاعة. أسود وأبناء الإطار الوطني هشام دقيق كي غادي يكونوا مع موعد من أجل تحقيق إنجاز تاريخي آخر، لما لا فوز بهذا الكأس، لأن المنتخب الوطني المغربي يملك جميع الحظوظ للذهاب بعيدا من هذا الكأس. بصراحة أجواء صباحية جميلة هنا في العاصمة طشقند كما كتبوا معنا مشاهدي قناة شوك تي في، كنحاول أن نقربكم من كل كبيرة وصغيرة كأنكم يعني جيتوا زيارة لهاد الدولة. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوك تي في كنحاول أن نقربكم يعني من كل كبيرة وصغيرة خاصة ببعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة. على أمل لقاء بكم في وقت مباشر آخر وشكرا.